بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. برغم اني كنت حارس مرمى لا اجيد التعامل مع الكرات الثابته، ولكني بصراحه بحب جدا اللي بيجيبوا اهداف من فاولات. واول ما اتقال امبارح ان فريد بولايه من لعيبه المميزين بالتصويبات في الكرات الثابته، قلت كويس جدا احنا نروح نشوف اي فيديو ليه. بس بصراحه كان نفسي ان احنا نعمل رياكت على اهداف ومهارات دي، لان احنا بقى لنا فتره هنا عمالين نشلف في عمرو عبد العال، وكمان دخلنا على الراجل بتاع معلومه العقلك ده، فجايين نتكلم في حاجه ايجابيه، ونتمنى ربنا يستر وما ناخدش كوبي على الاهداف دي. ده فيديو لقيته بصراحة يا لعيب. لا لا، عاش عاش جدا والله. يعني ساهم في قطع الكورة، ما على حسب بقى اللي يعمل لك الفيديو. شو ضربات جزاء كمان في مايتز الفرنسي، متخصص يعني. خلاص بقى. ده ضد باريس بتهيألي. جميل، عنده فرديات، بيعرف بيقطع لبره وبيقطع لجوه. المرة اللي فاتت قطع لجوه، المرة دي قطع لبره عشان يلعب عرضية. شابوه، خط دفاع باريس من زمان وهو فيستك. لا واستلام حلو قوي للأمانة، استلام حلو قوي. ما خلاص بقى يا ابن الحلال. الله، حلوة أوي الكورس ده. لا فعلا مميز في الكرات الثابتة، جميل جدا الكورس ده. الله، حلوة أوي السرو ده. لا لعيب عالي، لعيب عالي جدا كمان، حاسس براحة غير طبيعية وهو بيلعب مع فرقته. تحسه مرتاح، ما عندوش أي مشكلة خالص في إن هو يعدي واحد على واحد، يرفع عينه ويلعب لتحت، يرفع عينه ويلعب عرضية، يرفع عينه ويشوط. تحسه كده معلم بجد والله، يعني تحسه معلم. يا ابني وعي يا حبيبي. الله، زي الكرة اللي عملها امبارح لعطال، دخل لجوه وعطله لبره. بصراحة أول مرة أسمع عنه امبارح، بس واضح إنه لعيب عالي جدا. حلو أوي، مميز، رجليه حساسة، بيعرف يلعب عرضيات. الله، حلو أوي دي. واضح إنه متخصص كرات ثابتة، زي ما قلنا رجليه حساسة على المرمى وعنده رؤية. يا ولد بس صراحة حلو، جون طلع حلو. واحد أول واحد جديد في الحوارات دي بتاع ان احنا نتكلم بإيجابية في الرياكت دي، بس بصراحة حتى الآن لعيب مميز، وحتى الآن الفيديو متجمع مظبوط بس متزود عشان يعدي وقت، وده هيخلي الفيديو يبوظ معانا. واو، عذرا لو في اصوات طلعت، بس هو الله، حلوه قوي دي. فاولات برضو يا ولد، بس كنت طلع حلو برضو، حلو قوي بصراحه، حلو قوي. كنت طلع حلو يا ولد. لا جميل، جميل جدا كمان، بس الهدف ده كان في اول الفيديو. اوبا، الواد ده ما بيقف قدامه جوان، ما يعني بتصد الكرات كتير، لو سجلها هيبقى في حتة تانية خالص. معدل التسجيل بتاعك لما بيعلى بتختلف الوضع الحالي بالنسبة لك. واحدة بقى، ده دي ضربة جزاء وش مش قامي يعني. لا إضافة، إضافة كبيرة للمنتخب. صراحة إضافة.
ده الجون ده في اليوم بتاعي رضا ابو زعرور ده بتاعي في اليوم بلجيكي. لا 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 لا، عاش قوي والله. برضه ضربة جزاء، عنده جراءة، ما بيخافش، ما هو ما بيخافش على رجليه، بيخش في الزحمة. حلو يا ولد، وهو رايح راح مرجعه تاني. كان فين ده من زمان؟ كان غايب فين ده؟ شفت الكرة، شفت الباص ده؟ الله، احد من نجوم الفرقة الواد ده شكله. محدش يزعل على كلمة الواد ده، لأن هي في الكورة كده لازم تقول الولد ده أو اللاعب ده الله عليه. فكلمة الواد ده عندنا في مصر هنا مش حاجة يعني وحشة لما بتتقال على اللاعب، بالعكس لما بتتقال يا ابن اللعيبة بتكون مدح مش بتكون ذم. الرؤية عنده عالية أوي. اللعيب اللي زي ده كنت تخاف تلعب ضده. أنا بالنسبة لك حارس كنت ما بحبش ألعب ضد لعيب زي ده. في لعيب ممكن يعمل اي حاجه بس ما بيبقاش عنده رؤيه قدام الجون، ده عنده رؤيه عاليه وهو بره منطقه الجزاء وبيرفع عينه كتير بيشوف زمايله فين. بس شكله مزاجنجي يا ولد يا ولد. انا عارف ان الفيديوهات المجمعه دي بتكون جايبه ابرز لقطات اللاعب، بس الحاجات دي بتبين فيه جوانب تانية خالص، جوانب مهارية وجوانب فنية عالية جدا. يا أيام ما كان منفس موجود في، حتى لو الفيديو قديم الفيديو جديد، أنا بصراحة عجبني جدا جدا جدا. شفت البصة دي؟ لا لعيب جامد جدا بصراحة. أفشل عنا ربع الحاجات دي كنا غنينا له شهرين ثلاثة صراحة. مستوى عالي جدا 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 جدا، من أعلى اللعيبة اللي اتفرجت لها على فيديوهات بصراحة. لعيب مميز جدا، لعيب مميز جدا، وإضافة كبيرة جدا 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 للمنتخب الجزائري. مباراة امبارح ممكن أكون مركزتش معاه لأن أنا بصراحة جاي أتفرج على محرز، يعني أنا جاي أتفرج على محرز وبالرحمة، بس بصراحة واضح إن فريد بولاية هيكون واحد من اللعيبة اللي لازم الواحد يقعد يركز عليه. نتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى إنكم يعني ما تنفضوا لموضوع الأصوات اللي بدأت تطلع، الباحة اللي ضاغطة قدام الباب عايز تدخل دلوقتي، والكلب اللي نسي كل حاجة وجاي يهوه في الفيديو بتاعي، عادي كل الحاجات دي نتمنى إن إحنا نعديها مع بعض. ليه بقى؟ بس ليه بقى؟ لأن الفيديو كان حلو، الفيديوهات بتاع مهارات فريد بولاية كانت جميلة جدا. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك بقى يا برو، أنا قلت لك اللي عليا، أنت قول بقى اللي عليك.